ولاني انا دائما بقول شوف الام تعطيك حب بلا مقابل، فهذا ما بتلاقيه في اي محل في الدنيا، ما بتلاقيه لا من مرتك، انا اقول لك الصراحه، ولا من اي بني ادم. الام بتعطي مش مش مش, مش مستنيه منك شيء. قبل حوالي 9 اشهر بجوز نزلت فيديو، تعرف في واحد مشهور اسمه دكتور فود بيعمل منسف، انا قد ما استفزني المنسف تبعه سميته منسف كلاب. يعني انت محتواك انه امي وعلاقتي بامي؟ نعم. مش المنسف؟ لا، المنسف هي الشغل جزء بنتقدوك على كل إشي، كل إشي بنتبهوا له عليه. تصور شغلي بقول هلا بنتقدوني ليش حاط جنين، هلا بنتقدوني ليش هذا ما حط. فانت بتصير تنتبه لشغلات مش لازم تنتبه لها تافهه، بس بدك تتلاشى الانتقاد السلبي اللي بيجيك. فمرات بقول لأمي، بقولها يما احنا مثلا عندنا 500,000 متابع، بدي يكون 5% منهم تافين، بس عندك 95% منهم بيحبونا، فخلي السلبيين يسوي اللي بدهم اياه. اصلا هذا بيورجيك انك انت ناجح لما يكونوا موجودين. بتصير عندهم شويه غيره، وانا طبعا بقدرش افهمها لانه انا بني ادم. ان شاء الله عندك 1000 ولا عندك مليون، بالارقام هي مش بالارقام، انا بدي اعاملك نفس الشيء. طبعا انا خلص، ما دام نفيتك من حياتي نفيتك انت، خلصنا، مش راح تنفع لأنه بالآخر رح توقع وضعها مش قدها. جوكم الله، يعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من أبو عمر بودكاست. ضيفنا اليوم الترند السيد سفير المنسف، السيد إياد سلمان. سيد إياد سلمان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، حيا الله فيك يا ميت. مرحبا، شكرا لحضورك معنا. وأنا بفتخر أني أكون موجود معك يا ميت. مرحبا، أشكرك وأشكر الفريق الكامل اللي تعب على أساس أنه يوفر الفرصة إلي ولأمي أن نيجي هنا ونحتفل معك ونتعرف على الناس الطيبة. طبعا يا حياك الله إياد، وشمعة شمعة اللي هي ولدتك، الله يخلي لك يا ربي. الناس بيعرفوا إياد السفير المنسف، بس احكي لنا عن إياد قبل سفير المنسف. طبعا انا الاصل اردني. لا حي الله. باجي طبعا جيت، كنت عايش في الفحيص، بلد صغيره قريبه من عمان، قريبه من السلط، احنا بحكوا لنا البلقاويه. بلقاوي، نعم صحيح. فاجيت ب 89 هنا، خلصت توجيهي في الاردن، وبدأت طبعا رسالتي في الدراسه، وكملت طبعا كملت البكالوريوس في الكيمياء، وطبعا كنت حاب أكمل أكثر بدراستي وأجتهد، لأنه تعرف إحنا جينا يا أبوك يا بقول لك يا بتيجي دكتور يا بتيجي مهندس، غير هيك ما في، خلصنا. فأنا أجيت بدي أسوي دكتور، بس يا أخي لما شفت الدم قلت لا، في هاي مش راح تنفع معي، أنا بقدرش أشوف دم وأقعد أسوي دكتور أو سولي في هاي. طبعا كنت بحب الكيمياء، كان عشقي الكيمياء. حتى المعلم اللي كان عندي في التوجيهي في الفحيص اسمه عزمي حويطي، قال لي انت بس تطلع لامين راح تدرس كيمياء. قلت له لا دكتور، ما في اش مبين دكتور مهندس، ما فيش غيرها. فطبعا دخلت ماجستير في الكيمياء العضوية، وبعدين شفت حالي اني بقدرش، اظني محصور بين اربع حيطان، فدرست هندسة جودة الماجستير الثاني، وإلي في امريكا يعني 35 سنة، جيت في 89. ما شاء الله، انت اجيت وانا طالب برضه؟ عفوا، طبعا لا، انا اجيت كان ابوي عامل هجرة بسنة 1980، ب89 أعطونا الموافقة وإجيت معي الجرين كارت. بس كانت جيتك برضو طالب؟ ها؟ إجيت لهنا طالب؟ إجيت طالب طبعا، فإجيت عشان أدرس. أنتوا كان أهلك موجودين هم مزبوط؟ لا، أهلي كانوا في الأردن، كان إلي إخوان اثنين أكبر مني، أنا إحنا خمس شباب، اثنين أصغر، أطول بعمرك خلي لك أولادك. كانوا أخواني الاثنين هنا موجودين بدرسوا، واحد إدارة أعمال والثاني مهندس مساحة زي رحمة أبوي طبعا، رحمة الله. فكانوا موجودين وهم شوي يساعدوني، يعني لما أخواني كانوا موجودين هون كانت الأمور بجزء أصعب. كانت أصعب. إيش الصعوبات اللي واجهت لما جيت لهم؟ طبعا أول شغلة أو أكبر صعوبة هي اللغة. حلو. يعني قد ما حتى لو نجحت في الانجليزي في الاردن، بس تيجي هون انت بتحس حالك انه عالم ثاني، الانجليزي جديد. فيعني بتذكر اول ما اجيت اخوي عمل شغلتين اللي فادني كثير باللغه في الانجليزي، خلاني اشتغل في محطه بنزين، كنت افتحها على الساعه 5 الصبح وسكرها على 12 بالليل يوم السبت والاحد، والايام العاديه اروح على الجامعه من الساعه 8 الصبح ل 6 بالليل بس انجليزي، لأنه قال لي معك 6 أشهر، بعد 6 أشهر بدك تبدأ تأخذ كيمياء وفيزياء وأحياء،
الزواز لساتنا يعني مش عارف إشي. فبجوز هو أحسن إشي عمله إنه خلاني أشتغل برضو، لأنه هذا كمان بفرض عليك إنك مسؤولية. وبرضو بس أنت بتنجبر تحكي إنجليزي يعني. أما أنت مسؤول أن تحكي إنجليزي لأنك لازم تتواصل مع العالم الموجودين بفوت بطلعوا. يعني أنا بتذكر أول لما كنت في الكازية أجت واحدة عندي بتقول لي في عندك راج باطح دنيا ارفع مش دوري جوا، تقول لي لا راج يمين شمال. بعد ربع ساعة بالآخر شافت عندي الشريطة هاي، تقولي هاي، تقول أوكي هاي اسمها راق، تقولي خضيها، ليش تعبت باطحة فيه لو إيش؟ ليش جننتي؟ يعني هاي شغلات بتصير. يعني بتذكر أيام كنت أقعد في الجامعة كيف بتعلم اللغة هاي أنا؟ كيف بدي أمشي حالي؟ يعني مش هينة، مش بتعلمتوش بالأردن، هذا اللي تعلمته بالأردن إنجليزي ثاني بالضبط. أقرأ عليه كتابه بس بس. وبعدين اللهجة بتختلف كليا هنا. فساعد إنه إخواني كانوا موجودين ودلوني على الطريق الصح من البداية. إياد وشمع سمير منسف، اللي ما بعرفوش عندك الناس الشي سمعته منك إنه أنت عم تشتغل في فارماسيوتيكال كومباني، بتعمر مصانع أدوية لاف في العالم. احكي لنا شوي عن الأشياء اللي بعرفوهاش العالم المشاهدين تبعونا. طبعا أنا اللي بشتغل في الشركات الأدوية 25 سنة وجوز أكثر، يعني مرات الواحد بنسى قديش خربط بعد فترة بعد عمر طويل. طول العمر إن شاء الله. أنا عمري 25 سنة يعني بس طول العمر. طبعا اللي بشتغل معاهم مدة طويلة، اشتغلت مع شركات كبيرة زي أمجن وآبت وروش فوصلت لمرحلة أني أنا ببني المصانع الأدوية، بساعد في إنشائها من طقطق للسلام عليكم زي ما بقولوا، يعني من A to Z، من طقطق للسلام عليكم من A to Z. ف شغل كثير بحبه وكثير بعشقه، ومن خلال هذا الشغل تحت لي فرص حلوة كثيرة في الحياة. طبعا عشت في الهند 4 سنين ونص، كنت بساعد بإنشاء مصنع هناك لأدوية السرطان بعيد عن الكل. بعدها طبعا فتحت مصنعين في روسيا، أو ساهمت في إنشاء مصنعين في روسيا. بعدين طبعا أول مصنع ما كانش في الهند، كان في ألمانيا برضو لأدوية السرطان. وبعدين كان في عندي مشاريع في الجزائر، وفي عندي مشروع في البرازيل، أنا متأكد في كمان مشروع نسيت عنه بس. وحاليا بشتغل في مصر على مشروعين كبار، وفي مشروع في السعودية، وفي برضو شغلة جديدة هاي قريبا إن شاء الله بدها تكون في العراق بإذن الله. ما شاء الله. فمن هاي من شغلي بالشركة هاي. برضو كنت قبل ما أبدأ في الشغل هذا نفسه أنا كنت بعمل تفتيش على الشركات اللي إحنا بنشتغل معاها، فمنها تحت لي فرصة أني أزور فوق 95 دولة عالميا ما شاء الله. فمنها صرت أحب السفر وأحب الاستطلاع على الشغلات الجديدة وأتعرف على العادات والتقاليد اللي أنا مش متعود عليها، فهذا كثير بفتح المخ ودماغ، وطريقة تعاملك بتختلف كليا في الشغل هنا في أمريكا وبريت أمريكا. ما شاء الله عليك إياد سفير المنسف لا للبكدونس. من وين طلعت الفكرة هاي وكيف وصلنا لها؟ يعني أنا مؤاخذة أنت خلصت ماجستير في الكيمياء، ماجستير في الكواليتي، بعدين بتفتح مصانع في العالم، واتجهنا لسفير المنسف لا للبكدونس. من وين الفكرة وكيف وصلنا لها هاي؟ شوف والله هي المنسف عشق، ومش بس إلي، لكل أردني. كل أردني حقيقي بيعرف المنسف وبيعرف عادات المنسف وبيعرف التقاليد اللي إحنا بنمشي فيها للمنسف. فأنا كأردني بعشق المنسف من خلقت، يعني أنا بقول أمي فطمتني على جميد. فبتذكر لما فتحوا الفيسبوك بال2000 أو مش بتذكر، أول صفحة بفتحها كانت اسمها المنسف، خلاص عندي عشق. بس عمري ما فكرت فيها كمحتوى، عرفت؟ كنت بحب أحط صور منسف على الفيسبوك والناس تدخل تشوف صور المنسف ما أجملها. كل ما نعمل منسف بدي أنزل صور. طبعاً ما كنتش كثير شاطر بالسوشيال ميديا وبالسواليف هاي. فبتذكر بنتي بتحكي لي مرة، بتقول لي أنت بتنزل كثير على سناب أنا وأمي مع بعض شغلات هيك، تعرف فكاهة، أنا بضحك مع أمي بتطبخ شغلة بنزل على سناب، بنزلها على تيك توك. قلت له شو تيك توك؟
لداد هذا اللي كان انستغرام ايش اسمه ميوزيكلي. قلت لها ميوزيكلي بقوم ارقص قدام الكاميرا انا ما بفهمش بالسواليف هاي يابا. اللي بتقولي لا بابا انت بتنزل اللي كنت بتنزله على السناب بتنزله هنا. فبدأت هذا الحكي اي سنة؟ هذا الحكي بال 21 وقت الكورونا. الكورونا يعني هي الكورونا السبب خلنا نحكي. هي الكورونا السبب. فبتذكر بشهر 3 ب 2021 إلي سفرة أروح على مصر لأنه أنا كنت لازم أقيم في مصر سنتين بس الكورونا منعتني فأجيت رجعت على أمريكا بس أغراضي لساتين بمصر فبدرجع أجيبهم. فقبل هنا نزلت كم من فيديو هيك ما نفعش السلاف بالآخر قلت خلنا ننزل فيديو أنا وأمي. فنزلت فيديو أنا كنت بمطار الأياكس وصلت مصر طبعا ابني بضرب عليه بيقول لي بابا أنت مشتري متابعين؟ قلت له اشتري ايش؟ مش بالسلافة كلها اصلا. ويقول لي كيف عندك مش عارف قديش 15 20 الف متابع؟ قلت له بابا شو يعني؟ بيقول لي انت انفلونسر. قلت له شو يعني انفلونسر؟ فهمني واحده واحده. واللي بتقدر تعمل مصاري. فالولد زي المنهب اللي هيك انه يعني انه هو بيحاول يفتح ما صارش معاه. مره واحده انا ابوه معاه 15 الف او 20 الف متابع فشويه صدمتني صدمته. فانا فتحت التيك توك بشوف كل شيء احمر عندي انا ما فهمت. فقعدت هذيك الليله طول الليل وانا اطلع بفهم الموضوع شو القصه شو صار معي شو صار معي مره واحده هيك. فبديت استوعب في الموضوع شوي بديت استوعب انه في ناس عجبها المحتوى انا وامي لانه انا وامي بالفعل علاقه ابن بحب أصدقاء. اصدقاء وبمزح معها وبعمل جو فكاهي وبصورها وعلاقتنا انا وامي قويه كثير يعني اكثر من ام لابن لاني انا دائما بقول شوف الأم تعطيك حب بلا مقابل فهذا ما بتلاقيه في أي محل في الدنيا ما بتلاقيه لا من مرتك أنا أقول لك الصراحة ولا من أي بني آدم الأم بتعطي مش مستني منك إشي. فأنا علاقتي مع أمي ورحمة أبوي كانت قوية كثير فبالنسبة إلي هذا إشي عادي فقمت أنزل الإشي العادي اللي أنا بعرفه والحساب بدأ يكبر ويكبر 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 فأنا من الموضوع بالنسبة لي ما كان إشي كبير. فبتذكر يوم من الأيام قبل حوالي 9 أشهر بجوز نزلت فيديو تعرف في واحد مشهور اسمه دكتور فود بعمل منسف أنا قد ما استفزني المنسف تبعه وأصلت أدرني على الكلمة سميته منسف كلاب فاستفزني بالسلافة فنزلت فيديو عنه. الفيديو طبعا انتشر بطريقة مش طبيعية أنا ما كنت متوقع الصراحة لأنه أنا محتواي أنا وأمي. فبعدها صار يجيني ناس يبعثوا لي فيديوهات لشروق واحد من الفيديوهات بتقول أنا جوزي حاب يأكل منسف لا عندي جميد ولا عندي لحمة طب شو بدك تعمل أنت؟ خلصت كلمتيها شغلة ثانية يعني سميها شاكري يسميها اللي بدك إياه بس هذا مش منسف عندي لحم بقري وعندي شنين ما بنفع إذا ما فيش جميد ما في. فمن هيك قلت صرت صاروا ناس يبعثوا لي ناس ثانيين وبيعملوا أخطاء في المنسف اللي بحط قرفة واللي بحط قرنفل واللي بحط بصل واللي بفرم ثومة وبحط لك إياها على الجميد وبدت شو اسمه. فأنا قلت لا لهون وبس بدي أكون السفير أنا منسفنا وبس. فمرة فاتح لايف دخل واحد عندي يا ريت لو بعرف مين هو اللي بقول لي إياد أنت سفير المنسف عجبتني هالكلمة قلت له والله فاللايف عندي طبعا ولع فالناس كلها بتقول سفير المنسف سفير المنسف سفير المنسف صاروا يبعثوا لي مسجات سفير المنسف بالاخر قلت ماشي يعني. سفير احسن من بلاش يعني. فانتشرت الشغله فحبيت من خلالها اطلع الصوره الصح عن منسفنا لانه منسفنا بالفعل هو تراث احنا بنحكي عن 3000 سنه مش بنحكي اكثر مزبوط نعم اخترعناها جديده وإلها قصتها قويه عرفت وإلها تراثها طريقة أكلها أدابها طريقة طبخها أدابها أخلاقها المعنى أنت منسفنا بنطبخ في كل الشغل يعني إن كان عزا ولا إن كان فرح ولا إن كان تخريج ولا أنت كرشك بحكك تتصل بدك منسف خلاص إحنا هيك المنسف في كل العادات وفي كل التقاليد وفي كل المناسبات موجود عندنا. فأخذت المحتوى وبديت أمشي فيه طبعا كنت انزل فيديو واحد فيديوهين اثنين بالاسبوع بس قد ما صاروا الناس يبعثوا لي يترجوا انه انتقد منسفهم قلت يعني ما فصار صرت انزل 4-5 في النهار مش راح اقدر اكثر من هيك. فالمحتوى انتشر في طريقه مش طبيعيه وانا طبعا ممنون ومبسوط من كل هالناس الطيبه والناس اللي مبسوطه في المحتوى
لأنه شرف كبير أني أمثل إشي أردني وهو منسفنا وأكلنا. بيجيك انتقادات كثير انه يعني من وين استعدر جبته انت ليش بتحكي عنه هيك؟ هلا اللي صار عم بشوفه هو المره صارت تطبخ اياد شو رايك قيمني الستاندر تاع المنسف من جبته؟ مين اعطاك اياه؟ مين حكى لك انه هذا الستاندر تاع المنسف؟ شوف خليني اقول لك شغلتين. اول شيء امي الله يخلي لك اهلك. الله يطول بعمرك خلي لك اهلك وحبايبك. امي اول شيء هي اللي علمتني كل خطوات المنسف خطوه بخطوه. ثاني إشي أبوي كان مدير التسوية والمساحة في المملكة في الأردن. أبوي كان يطلع على الصحراء، يطلع وين؟ عند العربان، عند البدو. فلما أنا أسمع أبوي بيطلع عند البدو أركب أطلع معه. إياد تروح معي؟ ثواني بكون جاهز بطلع معه بهالسيارة وبنطلع على الصحراء. في كل التجارب في كل حياتي اللي أكلت المناسف معاه نادر جوز مرة بحياتي كلها شفت واحد حط بقدونس. فأنا برجع بقولهم يا أخي البقدونس بده مية وبده تربة اللي يعيش فيها. المنسف بدأ بالصحراء وبدأ بالكرك، ما كانش في بقدونس وقتها. فهاي شغلة دخيل. بقول بقدونس كان يستعملوا على أساس يعلموا المنسف، يقولوا مثلا هذا منسف الضيف أو هذا المنسف فش عليه لي أو عرفت هي علامة بس. فالناس صارت تحط لك إياها منظر لا يا عمي البقدونس والله بزنخ المنسف، وخاصة بتعرف المنسف إحنا اسم الله لما بنعمله إشي كبير، فلما بدك تأخذ باقي المنسف وتحطه بالثلاجة وكله بقدونس أنت زنخته وغير طعمه. بس هاي معلومة جديدة إنه البقدونس على المنسف علام. إيش يعني العلام؟ يعني إذا عندك ضيف بدك تقول له هذا منسفك، تأخذ البقدونس بتحطه بثم برأس الخروف وبس، وما كان انك تحطه على المنسف، تحطه بس علامه انه هذا منسفك تفضل. يعني تضمه كامله على بثم الخروف، تحطه بثم الخروف، فبتلاحظ عند العربان بحطوها على بثم الخروف. بس هاي كانت بس اساس انه يعلم لك انه منسفك، اما انك تحط له على المنسف هيك بدك تاكله على جنب كله، انا ما عندي مشكله بس ما تخرب المنسف كله. بقدونس بقلب تبوله بالاخر. أنا اللي عم بشوفه هلا متابعين من لبنان، سوريا، السعودية، من الوطن العربي كله عم بيحضروا، يعني they excited about it إنه كيف وليش إحنا عم نوصل فكرة للعالم. هلا إياد صار إنفلونسر في المنسف، إيش أنت عم بتحاول توصل في المحتوى تبعك على السوشيال ميديا؟ شوف أنا عندي أول شغلة بحب أوصل أهمية العلاقة بين الإبن وإبنها. يعني أنت محتواك إنه أمي وعلاقتي بأمي. نعم. مش المنسف. لا المنسف هي الشغلة. جزء. عرفت؟ فأول شغلة أنا قلت لك شغلتين، أول شغلة اللي هي العلاقة، تكون بر الوالدين وتدير بالك على أمك وأبوك وبلا مقابل، زي ما هم معطوك بلا مقابل أنت بدك تدير بالك عليهم بنفس الطريقة. الله يبارك فيك، كلام جميل. هاي مهمة كثير. هاي أهم شغلة عندي في المحتوى، هذا اللي بدأ المحتوى عندي. فهاي ما راح تروح من محتواي. الشغلة الثانية من ناحية المنسف، أنا بحب أوصل للعالم كله مش بس للأردن، وأنا بفتخر إنه في شفات كبار، إن كان في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في دبي والكويت والسعودية، كثير شفات كبار عمالهم بيعملوا المنسف بالطريقة الصح اللي أنا علمتهم عليها بالسوشيال ميديا. فبرجع عليه بيقولوا لي حطينا بس ورق غار، ممنوع نحط البقدونس، وصاروا يدحبروا في ايديهم. واكثر يعني شفات كبار من لبنان زي ماما جوي والست بلقيس لما يقعدوا بوكلوا في ايديهم بيدحبروا. فخر الي انه علمتهم انه هذا الاصل، وانه بالفعل بيختلف الطعم. بالفعل لما بتاكل في ايدك بيختلف لما بتحط المعلقه في فمك في منسفنا. فهم بعثوا لي فيديوهات يقولوا لي اياد بالفعل انت معك حق، بالفعل انت بتحكي صح، فالمنسف ما بتاكل غير بالدحبرة. فهاي رسالة أنا حاب أوصلها. طبعا في ناس ما بتقدر، وأنا بتفهم الموضوع، وحط صحنك يا عمي وروح وكل عجال، ما حدا على قلبك، ما حدا إله عندك. وإذا بتقدرش تأكل في إيدك ألبس الكفوف وجرب الدحبرة. فبالفعل الواحد بيستطعم في الأكل لما بأكله في إيده. حلو تراثنا جميل. الآن أنت انتجهت من لسه شغال في شركتك، لسه شغال في شغلك اللي بتحبه، وعم تعمل سوشيال ميديا. تحدياتك في السوشيال ميديا شو هي؟ شوف زي ما حكينا أنا وياك، تلاقي واحد قاعد بغرفته هيك وماسك هالتلفون ومش هامه ولا حدا، وبدخل وبرمي لك كلام لا إله أول ولا إله تاني.
فبدك انت تكون اقوى من هيك، وبدك تبعد عن السلبيات لانه راح يجيك كثير سلبيات. هاي اكثر شغله عانيت فيها اول ما بديت في الحساب، انه بدخل واحد برمي لك كلمه ان كانت سياسيه ولا دينيه ولا على طريقتك في المنسف ولا على لبسك ولا على بلوزتك اي شيء على بنطلونك، اي بنتقدوك على كل شيء، كل شيء بنتبهوا له عليه. فمرات انا بتلاقيني مثلا بدي اصور شغله بقول اه هلا بنتقدوني ليش حاط جنينه شو اسمه هاي المي هون، هلا بنتقدوني ليش هذا محطوطه. فانت بتصير تنتبه لشغلات مش لازم تنتبه لها تافهه، بس بدك تتلاشى الانتقاد السلبي اللي بيجيك. بس فمرات بقول لامي بقول لها يما احنا مثلا عندنا 500,000 متابع، بدي يكون 5% منهم تافين، بس عندك 95% منهم بحبونا. فلا تنسي الموضوع، كلام صحيح هذا. عشان هيك خلي السلبيين يسوي اللي بدهم اياه، اصلا هذا هذا بيورجيك انك انت ناجح لما يكونوا موجودين. لازم يكون في سلبيين، رحب بالعدوات. يعني زي ما بقول ياسر حزم خليهم مبسوط، نعم رحب بالعدوات كل بدك اياه. لا بطلت اطلع على التعليقات، ما بقدر. لما بيجيك 5-6,000 تعليق يوميا ما بقدر اشوفهم، فبس بحاول قد ما بقدر اني اجاوب الناس اللي بيبعث رساله حلوه، بحبك وبحب محتواك بحب امك. لما الواحد بيكون لطيف زي هيك بحاول جهدي اني اتواصل معه واقول له شكرا. في ناس ببعث لي هيك بجاوبش، واحد ببعث لي نقطة بجاوبش، واحد ببعث لي في بدي أسألك سؤال. طب يا أخي ما بدي أتواصل معك، أبدأ أروح أنا وياك back and forth، نسأل أنت تسألني سؤال وأسألك سؤال، سلافي طويلة. احكي لي السؤال وإذا أنا بقدر أجاوب بجاوبك، وإذا بقدرش بقول لك مش قادر ونسكر على الموضوع. فاختصر قل لي شو بدك. فأنت بتعرفش أنه أنا بجيني مثلا 1000 رسالة يوميا، فإذا أنت مش مختصر أنا رح أمحيها. فهي شوية صعبة في السوشيال ميديا. والثاني انت بتعطي رسالة فبدك تحافظ عليها، تحافظ عليها لانه انت بني آدم مش معصوم عن الخطأ. وانا بجوز اخطأت اكثر من مرة بس مش مقصودة، هذا لا يعني انه انا هيك، عرفت؟ ان كانت في الحكي ولا ان كانت في فيديو نزلته، زي لما حكيت لك نزلت فيديو بقول هاي ميراندا، فالكل انتقدني عليه. قلت لهم يا عالم والله ما هو ميراندا، هذا فانتا، بس انا لاني اردني ومتعود اشرب ميراندا، كل شيء ميراندا وبيبسي واي شيء في برتقان اسمه ميراندا يعني فطلعت مني كلمه ميراندا. لا انتقدوني عليه، انت مش مقاطع. ماشي، غلطات بتصير معانا، بس اللي لاحظته انه الناس بتسامح وبالفعل بتتفاهم معك. في ناس ببعثوا لي بيقولوا اياد انت حكيت هيك، انا بحبك كثير وبحب محتواك وبحب امك، فبس حبيت أقول لك إنه تنتبه المرة الثانية. في ناس بيجوا بحكوا لك كلام حاولوا يساعدوك. هلا أنت صانع محتوى الحمد لله عندك متابعين كثير، هل واجهت صعوبات مع صناع المحتوى الآخرين؟ سؤال قوي. شوف أنا بحاول إني أبعد عن صناع المحتوى الثاني، بحاول أبعد عن الشغلات السلبية، وأنا بتابعش إلا اللي بتابعني معروفة عني، فما بعرف أكتر صناع المحتوى الثانيين. بس في ناس اللي أنا تابعتهم بتصير عندهم شوية غيرة، وأنا طبعا بقدرش أفهمها لأنه أنا بني آدم. إن شاء الله عندك 1000 ولا عندك 1,000,000 بدي بالأرقام هي مش بالأرقام، أنا بدي عاملك نفس الشيء. ففي ناس تعلمت منها أنه لما كبر حسابهم طبعا بطلوا يحكوا معي وقاموا المتابعة، ولما حسابي كبر أكثر منهم حاولوا يرجعوا يتواصلوا معي. طبعا أنا خلص مدام نفيتك من حياتي نفيتك، انت خلصنا مش راح تنفع. وفي ناس تانيين طبعا كان محتواهم أقوى مني، ولما طلعت أكثر منهم بطلوا العلاقة معايا، حسوا أنه أنا هلأ بديت أتكبر، مع أنه أنا نفسي ما تغيرت كبني آدم. فهي شغلة الغيرة اللي بتصير مش حلوة. وطبعا في ناس تاني بحب يستغلني، يدخل يعمل محتوى، يخلق محتوى من ورائي يعني. على ظهرك بالعربي على ظهرك بخلق لك بده فولورز بده فولورز، فبدخل بنزل بحكي اسمي، بكتب اسمي على المحتوى تبعه، بكتب الهاشتاج تبعتي، وبسأل الناس انه توصلها الي. هذا طبعا في الالجوريثم تبع تيك توك بيعمل اكسبلور للفيديو، لانه التيك توك شو بيحكوا لهم الالغوريثم بالعربي لها اسم، الخوارزميات فهي ذكيه لدرجه مش طبيعيه. بس تسمع اسم اياد، واياد اسم معروف او اياد وشمعه، او لما بشوف الاسم مكتوب
بيعمل اكسبلور للفيديو. فبطريقة أو أخرى أنا بدخل على الفيديو بتلاقي هو مبسوط طبعا، ما عندوش غير الفيديو الوحيد اللي منشور عنده هذا. فأنا مرات بجاوب بطريقة محترمة على أساس أنه أحترمه حتى لو كان حاكي شغلة سلبية، لأنه أنا ما بستاهلش مرات بطلع أولاد صغار. ومرات بساعد محتوى تبعه، فأكثرهم بقولهم متابعين، حتى لو واحد أسائلي بقولهم تابعوا هذا لساته شاب صغير وبجوز غلط ومش مشكلة، وبرجع بعتذر طبعا. أصارت حوالي 6-7 مرات وبرجعوا بعتذروا، وكل الاحترام لهم. أنا بعرف إنه بدوروا، أنا عادي ما عندي مشكلة، أنا بساعد أي واحد، أنا مش حاطهم بحضني، مش 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 إلي هذول، مش إلي هذول، هم حرين، اللي بدي تابع أهلا وسهلا، واللي ما بده الله معاه. إحنا كلمة أخيرة بديها منك لصناع المحتوى والشباب اللي حاب يدخل على صناعة المحتوى ويبلش هذا المشوار، إيش بتحب توصل لهم؟ شوف، أهم إشي في صناعة المحتوى إنك تحكي من قلبك، من قلبك، زي ما بحكوا بالإنجليزي passion. أنت بدك تحكي لأنه هذا الإشي أنت بالفعل بتآمن فيه. يعني ما يحضر فيديوهات كيف تصبح مشهورا وكيف تتح... يعني ما بتساعدش أنت زيك عفوية. عفوية. انا بسالوني شو في عندك كاميرا، شو في عندك مايكروفون، عندي ما عنديش شيء. انا عندي هالتلفون والفيديوهات اللي بتيجي وماما شمعة. وماما شمعة، يا بعلق بامي يا بعلق بواحد عمل غلط بالمنزل. هاي سلافتي. وبديت شوي اخش بالمسخن، ترى انا بحب المسخن كثير، وبحب الاكل التراثي في كل الوطن العربي، يعني بحب المندي وبحب الكبسه وبحب الكشري وبحب الباتشا بالعراق وبحب الكبي والتبوله وكل شيء بحبه، ما عندي مشكله. بس بقول دائما لما بدك تودي رساله وديها من القلب، وهذا اهم إشي. ما تتصنع، ما تحاول تمثل، لانه ما راح ينجح لفتره بجوز يطفي يعني. وبعد مده الناس راح تعرف. وبرضه كون صادق، انا بقول كون صادق، انك تكون نفس الشخصيه انت اللي موجود ورا الكاميرا، انت نفس الشخصيه اللي موجوده قدام الكاميرا. يعني هاي شغلة أنا بعلمها برضو، أنا واحد من الصفوف اللي بدرسها اسمها leadership perspective، اللي هي القيادة للشركة عنا. فدائما بقول للي بيجي بأخذ الصف معي بقولهم كون صادق مع نفسك، أنت نفس البني آدم اللي على الفيسبوك، نفس البني آدم اللي بالشغل، ما تكون اثنين، لأنه بالآخر راح توقع وقعة مش قدها أنت. فأنا الناس اللي بشتغل معهم بعرفوا أنه عندي سوشيال ميديا، وبعرفوني على الفيسبوك، وبعرفوني على تيك توك، وبعرفوني على إنستغرام، ولما بروح بزورهم بمصر أو بسعودية بعرفوني كإياد اللي تيك توكر، وبرضو إياد اللي جاي يبني مصنع. فأنا نفس البني آدم وين ما كنت، فما راح أختلف، وهذا أهم شيء. بريح مخك أكثر، لأنه أنت مش عمالك بتحاول تكذب هون وتغير هون وتطلع بشخصية من هون، أنت نفس البني آدم، فمريح إلك أنك تطلق مثل ما أنت، فما بتكون الحياة صعبة، بتكون هيني كثير. To be yourself is your advice. Absolutely, absolutely, 100%. عم إياد، شكرا جزيلا لك حضورك، وبارك الله فيك على النصيحة. حبيب قلبي، نتشرفنا فيك، ويا ميت مرحبا. شكرا. يا هلا. شكرا للفريق اللي جابني لهون، وأنا مبسوط أني تعرفت على هيك ناس. يا حياك الله، يا ميت مرحبا فيك، أهلا وسهلا.